السلام عليكم. اليوم بغيت نبارطاجي معكم الروتين للعنايه بالحبوب او البوتور اللي كيكون عندنا في الوجه ديالنا من عند كونوت كوزميتيك. اول مرحله كنبداو بها هي القماش من عند هاد لا مارك، كنخليوها في الوجه ديالنا واحد شويه ومن موراها كنمسحوه. ثاني برودوي كنستعملوه هو هذا ماسك مستخلصات شجره الشاي اللي كيساعد الحبوب ديالنا باش انهم كيبسوا ومع المده كيتحيدوا. كتفوت واحد 30 دقيقه وكنحيدوا الماسك من الوجه ديالنا، ومورها كنابليكيو الكريم ترطيب، ومن مورها مباشرة كنحطو على الوجه ديالنا السيروم مستخلصات زيت شجرة الشاي. وآخر إيطاب هي هاد الكاب ديال السيليكون اللي كيشدد لنا الخلايا ديال الوجه وكيجبد لنا البشرة وكيخليها دائما متجددة ومشرقة. إي فوالا، كنتمنى يكون عجبكم.